أغنى 5 سيدات في مصر، وبينهم حاجتين كلهم بيشتركوا فيها، وهم البداية من الصفر وقصة نجاح مذهلة. وفي الفيديو ده هنكشف لك أسرار أغنى 5 سيدات في مصر وكمان حجم ثرواتهم. فيا ترى مين أول سيدة عملت إمبراطورية تجارية؟ ومين بقى دخلت في مجالات كنا فاكرينها للرجالة وبس؟ كمل بقى معانا لآخر الفيديو وهتعرف تفاصيل هتبهرك وتغير نظرتك لسيدات الأعمال في مصر. يسرية ساويرس، طبعا من الاسم بس اكيد عرفتوا عائلتها مين وكمان حجم ثروتها قد ايه. بس يسرية بقى قدرت تستغل اصول العيله بشكل كبير، وده في اداره استثمارات مختلفه. ومع ان ثروتها بتتداخل مع ثروه العيله الا انها بتقدر بحوالي 1.5 مليار دولار. وبدات يسرية ساويرس رحلتها في عالم الاستثمار، وفضلت بقى تشتغل على إنها تكبر الثروة بطريقة استراتيجية وذكية بعيدة بقى عن الأضواء، وده اللي مكنها تكون واحدة من أنجح سيدات الأعمال اللي في مصر. السيدة التانية نيفين الطهري. نيفين الطهري دخلت عالم المال والاستثمار في وقت كان تقريباً مقتصر على الرجالة وبس، بعد سنين كتير قوي من العمل في البورصة والاستثمار. نيفين كمان قدرت إنها تبني لنفسها الشركة الخاصة بتاعتها واللي هي دلتا إنسباير، ودي بقى من شغلها الذكي واستثمارها الجريء. ثروتها النهاردة بتقدر بحوالي 250 مليون جنيه مصري، ورحلتها كانت ملهمة جدا، وده لأنها بدأت كمحللة مالية، يعني مجرد موظفة في مجال الاستثمار، لكنها قررت تتجاوز عملها كموظفة لمستثمرة فعليا، وفضلت إنها تشتغل لحد ما بقت واحدة من أكبر الأسماء في عالم المال في مصر. وطبعا شغلها الأولاني كمحللة مالية فادها كتير في رحلتها. غادة والي، المرأة الحديدية في المجال الدولي. غادة والي الشخصية اللي ملهاش أي منافس في مجال التنمية الاقتصادية وكمان الاجتماعية، واللي كانت وزيرة التضامن الاجتماعي واشتغلت في مؤسسات عالمية زي الأمم المتحدة. ورغم إنها مش سيدة أعمال بالمعنى التقليدي إلا إنها تأثيرها الاقتصادي واضح، وثروتها بتقدر بحوالي 200 مليون جنيه مصري. السيدة غادة والي قدرت تخلي نفسها نموذج للمرأة المصرية اللي تقدر تجمع بين النجاح الدولي وكمان المحلي. هدى غالي، إمبراطورية العقارات. هدى في مجال العقارات بقت واحدة من أنجح الأسماء في تطوير المشاريع العقارية الكبيرة، وبدأت مشاريع صغيرة، لكن النهاردة بقى حجم استثمارها وصل ل 500 مليون جنيه مصري، وده بفضل مشاريعها العقارية اللي نجحت في تحويلها من مجرد أفكار لواقع على الأرض. مش بس قدرت تضاعف ثروتها، لكن كمان أثرت في قطاع العقارات بطريقة ملهمة لكل اللي بيفكر إنه يدخل في المجال ده. منى ذو الفقار، أغنى محامية في البلد. منى ذو الفقار واحدة من أشهر المحاميات في مصر والعالم العربي، ودي بقى خدتها من قصرها وقالت لك وإن إيه اللي يوقفني في المحاكم وأقعد أترفع بالساعات، وكل ده مقابل ملاليم. وراحت أسست مكتب قانوني ضخم جدا بيساعد في عقد صفقات عملاقة، ودي بقى حسنت لقمتها حلوة جدا، وقايمة بقى على أسلوب إنها السمسرة من عقد صفقات وعمليات البيع والشراء، وده كان ليه تأثير مباشر على ثروتها اللي بتقدر بحوالي 100 مليون جنيه مصري. وفي النهاية بقى قول لنا إيه أكتر سيدة من الخمسة دول حجم ثروتها كان مفاجأة بالنسبة لك.